وصل الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان جولاته بمناطق الأعمال المركزية بالعاصمة بكين، وذلك في إطار زيارته للصين. وزار الجزار منطقة الأعمال المركزية التابعة لمركز التجارة العالمي الصيني، موضحا أن هذا المشروع يتشابه مع المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على نقل تجارب الإدارة والتشغيل الناجحة وتدريب العمال والفنيين على إدارة وتشغيل هذه المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها لأول مرة في مصر.